هذا وقد شهدت مدينة شرم الشيخ مدينة السلام مسيرة بمشاركة عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن البيئي من عدة دول إفريقية قبيل انطلاق قمة المناخ كوب 27، كما طلبت المسيرة بضرورة النظر والنظرة إلى القارة الإفريقية لما تعاني من تداعيات ناتجة عن تغير المناخ رغم أنها الأقل إسهاما في أسبابه. كما طلب المشاركون في المسيرة بضرورة تنفيذ الدول الغنية لتعهداتها وذلك لمواجهة التغيرات المناخية.